صناديق الخارج يقول انه تقريبا 69% تم افتتاحها، يعني فرزها. فرز تسعه اي فرزها 69%، لان انا تحتاج اني افتح الاصوات واسمع. نعم، نحن في المباشر، نحن في المباشر، ما فيش إشكال. إلى حد الآن قال النتائج النهائية سنعطيكم في آخر لحظة، سنقدمها لكم. ما زالت إلى حد الآن لم يتم الوصول إلى فرز كل الأصوات، وعند فقد تم يتم التأكيد على أن أصوات الخارج غير مضمنة في النتائج نشاهدها. نعم 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 طيب، في صورة ما هو سمحني قلت 12 2 مليون 3 مليون انتخبوا في الخارج، 2 مليون 2 مليون إذا حاز هذا مجموع الذين يحق لهم التصويت هو 3 مليون و416 ألف الجسم الانتخابي. نعم الجسم الانتخابي، هنا يقدر أنه 2 مليون تم ذهبوا إلى الانتخاب. 2 مليون كم يساوي النسبة متاعهم مقارنة بالنسبة؟ 52% إلى 52% إلى هاشباك في هذا الشكل. لا، سؤالي نسبة 2 مليون اللي صوتوا هذوما ماذا يساوون من 60 مليون اللي صوتوا من الجملية، من جزء الانتخاب الجملي، حتى نفهم إلى أي حد يمكن يغير. لا ما نسأل هذه، لأن فيها حسابات بالنسبة للحساب النظام الانتخابات، هنا عندهم حساب خاص بهم، يعني عملية معينة، ثم يعني في كل 100 ألف لابد يكون عدد معين إلى غير ذلك، وهذه طبعا تقنيات معينة يحسبها حتى الحاسوب في نهاية المطاف، أنا لا أستطيع أن أقدرها. مهم جدا. نعم، ولكن بالنسبة إلي الآن تقريبا نسبة الخارج أنه أردوغان الآن يفوز بال 56%، يعني هكذا النتائج. هل هناك تصريحات من أكا بارتي ولا من الجمهور، من جمهور حزب الشعب؟ إلى حد الآن لا يوجد هنا تصريحات، إلى حد الآن لا توجد تصريحات. يقال انه الان اردوغان ذهب الى انقره، اتجه الى انقره، ربما سيلقي خطابا هناك، يعني الى حد الان اكيد حزب العداله والتنميه الان يتابع، باعتباري انا الان على الهواء مباشره، ربما لم نعم. اتصل بجهاتي التي اعرفها هناك، يعني هذه اكيد ستكون هذه الاصوات او هذه النسبه 56% اذا كان هناك ستؤثر بشكل او باخر في مجمل الانتخابات، في مجمل النتائج سواء كان من الداخل او الخارج، بالتالي نعم. هذه نقطه لا نتسرع، الحقيقه لا نريد ان نتسرع، ويبدو نعم انه نحن نعم يبدو انه حتى الانتقال والعمليه، شوف العمليه الانتقال الى الدور الثاني ايضا مكلفه ايضا على الدوله، وبالتالي كثير من يعني تحسب الدوله، العقل عقل الدوله بشكل عام يحسب كيف يمكنه ان تكون هذه النتائج، وبسرعه تحاول ان تحسمها، فاذا تم ضروره الانتقال الى الدور الثاني فطبعا هذه هو مقتضيات القانون الانتخابي وقانون الديمقراطيه. نعم، هو الهدف هو ان يقتنع الأتراك بالنتيجة النهائية للانتخابات مهما كانت سعي كلفة في المجيء. تفاعل مع الدكتور أحمد، فقط قبل ذلك دكتور زبير، نعم سأترك لك المجال، سأترك لك المجال للتفاعل فقط. هو الآن قرابة منتصف الليل في تركيا، حسب الهابر وهذوما الهيئة الانتخابية فرزوا في الداخل فقط 92%، يبدو أنه عليهم انتظار ربما حتى ساعة أو ساعة نصف أخرى حتى يعرف الأتراك النتيجة النهائية الأولية الرسمية من هيئة الانتخابات. لكم حق التفاعل، نعم مجال التفاعل. الدكتور أحمد حفظه الله تحدث على أنه يعني العملية اللي هنا في الانتخابات التركية أراها ليس صراعا بين الإسلاميين وبين العلمانيين، هو صراع بين تيار محافظ بشكل عام يحتوي عدة يعني القوميين ويحتوي كذا، وبين تيار آخر علماني في داخله أيضا إسلاميين، يعني الآن حزب الجمهوري متحالف مع من؟ حزب الجمهوري متحالف مع داود أوغلو وهو إسلام، يتحاول حتى مع علي بابا جان وهو إسلام، يعني في نهاية المطاف محسوب على الإسلاميين في نهاية المطاف بالنسبة علي بابا جان. فبالتالي هنا الشيء الجميل بالنسبة للتجربة التركية، وهو يجب أن نستفيد منها نحن الحقيقة، أن التجربة التركية حصرت اختزلت الآن الصراع السياسي أو التنافس السياسي في إطار جبهتين، جبهة محافظة يقودها حزب العدالة والتنمية وكثير من الأحزاب المحافظة، وحزب وجبهة أخرى نعتبرها يعني علمانية أو بشكل أو بآخر علمانية يقودها الحزب الجمهوري، وهذا شيء مهم جدا على نمط الغربي، يعني الآن ما نراه الآن
صراع كبير او تنافس كبير بين حزب المحافظين وحزب العمال في انجلترا، صراع كبير بين المحافظين وبين الاصلاحيين في اوروبا. فبالتالي الشيء وان كان ايضا مثلا كان اطراف اخرى تنادي بنداء الحزب يعني اليمين المتطرف، ربما هناك بعض الاحزاب الموجوده محسوب، ولكن بشكل عام التجربه التركيه تقدم نموذجا متقدما على التجربه الاوروبيه، خصوصا الديمقراطيه، خاصه في نسبه الاقبال، في نسبه المشاركه، في نسبه الوعي المجتمعي بالوعي السياسي والديمقراطي، وايضا اصرار المواطن التركي، وهذا نقطه مهمه جدا، نعم، على انه ايضا يكون فاعلا ويدلي برايه في مستقبل بلده، من حقه ان يقدم هذا يعني الان. ولذلك مثل ما ذكرت لكم، عندما يتم الحديث على الاكراد، لماذا هم اعطوا صوتهم الى كليتشدار اوغلو او الى هذه الجبهه، الى هذه الجبهه، جبهه الامه او تحالف الامه، في الحقيقه الناس تحسب الى مستقبلها، ايضا تريد ان تكون هذه المساله الكرديه في سياق اخر ينظر اليه يتعاملوا معه بطريقه. هل يفي كما كليتشدار اوغلو بوعوده في التفاعل، ام انه سيعود ويتنصل مما ويعود الى ما يسمى بوعده محكوم المستقبل؟ نعم نعم. النقطة المركزية الأخرى هنا بالنسبة إلينا نحن في بلداننا العربية، مشكلتنا أننا الآن نحصر أيضا الصراع بين إسلاميين وعلمانيين، وأن هذا شيء خطير جدا. في الحقيقة هو صراع بين، يجب أن نخرج من هذه الجبة، انه نخرج من هذا السياق المحموم الى صراع بين او تنافس سياسي، نعم، بين مشاريع من ناحيه وبين، نعم، لكن هذه المشاريع لها ارضيتها الفكريه، هذا محافظ وهذا ربما علماني، وهذه لو نحن ننجح في المنطقه العربيه الى اختزال هذا الصراع في هذا الشكل، سنكون نحن كل مشروع لابد ان يكون كل تحالف او كل جبهه او كل طيار يجب ان يمتلك ايضا مشروع لبلدين. مشكلتنا نحن خسرنا الان في تونس، وخسرنا في المنطقه في 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 مصر، بسبب ان هناك لا هناك على العقل لا يؤمنون بالديمقراطيه اصلا. ازمتنا الان في المسار الديمقراطي، وليس ازمتنا في وجود هذا الطيار او ذاك. المشكلتنا في عدم القبول بالديمقراطية. لو قبلنا بالديمقراطية الجميع، والمواطن في حد ذاته على الرغم أن هناك خطوات قامت بها الشعوب لصالح البلدان والأوطان، إلا أنه في الحقيقة ما زال الصراع إيديولوجيا، وما زلنا، نعم، في نفس المربع الذي راجعنا ورجعنا به إلى مربع الاستبداد والديكتاتورية مع الأسف. نعم.